فين بقى أنا الأخيرة احتضنت بكينو حفل الافتتاح لسلسلة نشاطات تحمل عنوان الحزام والطريق في الصين من بيروت إلى بكين مساء الجمعة. تهدف الفعاليات إلى تعريف الشعب الصيني على الثقافة اللبنانية. حضر حفل الافتتاح مسؤولون من جمعية الصداقة للشعب الصيني مع البلدان الأجنبية ورئيس مجموعة فرانس بانك اللبنانية عدنان قصار، وهو من ترأس الوفد اللبناني الذي ضم عددا من رجال الأعمال اللبنانيين من مختلف القطاعات إضافة للسفراء العرب لدى الصين. تفاصيل أكثر في التقرير التالي. افتتح الحفل بكلمة الرحيب ألقاها نائب رئيس جمعية الصداقة للشعب الصيني مع البلدان الأجنبية لين يي، حيث استعرضت فيها تاريخ التواصل والترابط الطويل بين الصين ولبنان منذ زمن طريق الحرير القديم، وسلطت الضوء على التطورات المميزة للعلاقات الصينية اللبنانية خلال 45 عاما منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. بينما عبر رئيس الوفد اللبناني عدنان قصار عن أمله الكبير في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الصين ولبنان، خاصة في ظل مبادرة حزام الطريق التي طرحتها الصين، مؤكدا على أهمية هذه الرؤية البديعة في خلق فرص جديدة لتعزيز التفاعل الإيجابي بين البلدين. هذه رؤية عظيمة أطلقها فخامة الرئيس شي، وهي ليس فقط إعادة إحياء طريق الحرير بل تغليفه بغلاف اقتصادي، وهذا شيء عظيم جدا. فاليوم الصين الشعبية، الصين لديها المرتبة الأولى بالاستيراد بالتصدير إلى لبنان. لبنان يستورد من الصين بمليارين ونصف مليار دولار، وكل عام يزداد الاستيراد، وهنالك نبذل جهود، وهذه المناسبة هي ضمن هذه الجهود، لأن أيضا نتمكن من إمكانية تعريف المستهلك الصيني بالبضائع اللبنانية. تم تدشين المغلف التذكاري لصداقة الصينية اللبنانية احتفالا بذكرى 45 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وتقديرا لمساهمة السيد قصار في تعزيز الصداقة الصينية اللبنانية لأكثر من 60 عاما. جدير بذكر أن السيد قصار نال جائزة المساهمات البارزة للصداقة الصينية العربية من رئيس الصين شي جين بينغ خلال زيارة رئيس شي لمصر في العام الماضي. عند حديثه عن جهوده القصوى المتواصلة في تعزيز العلاقات الصينية اللبنانية، أكد هذا الصديق القديم للشعب الصيني على ضرورة مواصلة استكشاف مجال تعاوني جديد للحفاظ على حيوية تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين. المجال التجاري لا ينضب، وهنالك إمكانيات، ولكن كما ذكرتم هنالك المجال المالي، ولدى لبنان قطاع مصرفي قوي وناجز، ويمكن أن يقدم خدمات ويتعاون مع زملائه في الصين. فالمجالات كبيرة والمستقبل زاهر، ونحن على ثقة بأن هذه العلاقات ستنمو وتزدهر. خلال هذا الحدث الاحتفالي المستمر لأسبوعين ستجري مختلف الفعاليات المتنوعة، بما فيها مهرجان تذوق اللبناني ومعرض للشركات ومؤتمر رجال الأعمال وغيره من البرامج الثقافية. وستشارك في هذه النشاطات الشركات الكبرى الصينية واللبنانية، حيث ستعمل على إيجاد فرص جديدة لتعزيز التبادل والتعاون بين الجانبين في المستقبل. 文俊，CCTV 的阿比，北京。